جاهزين يا حبايب قلبي؟ جاهزين يا حولة جاهزين. تمام قوي يا ابو الزير. بصوا بقى كلكم. ياما ياما هنعمل ايه ياما؟ وايه الفلوس اللي في ايدك دي؟ الفلوس دي يا كشري اللي هيكسب في حرب الاكياس ما بيننا هو اللي هياخد 50,000 جنيه. ايه ده يا ماما الكلام ده بجد؟ ايوه طبعا بجد يا بنتي يا بطوط. تمام قوي ان شاء الله انا اللي هكسب. لما نشوف يا ابو الزير مين اللي هيكسب ال 50,000 جنيه. وانتوا حبايب قلبي الفيديو ده بقى لو عجبكم انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. يلا يا حبايب قلبي جاهزين؟ اهو انا جاهز. بس احنا كده هنلعب ازاي؟ بص يا واد يا كشري كل واحد ياخد جنبه وياخد الاكياس بتاعته معاه ويكون استخبى كده وبيو بيو على طول. خلاص ماشي يا حوله. طب يا ماما هنعرف ازاي مين اللي كسب ومين اللي ما كسبش؟ سؤال حلو وذكي يا بنتي يا بطوط. قول لنا يا ماما بقى ازاي؟ خلاص ماشي يا واد يا كشري اللي هياخد 5 اكياس على دماغه هو الخسران. يا بنت اللعيبه يا حوله خلاص ماشي انا كده فهمت اللعبه. وانا كمان يا ماما فهمت اللعبه. خلاص يا ماما انا كمان فهمت اللعبه. تمام قوي كده كلكم فهمتوا اللعبه واللي هيكسب هياخد ال 50,000 جنيه دول. خلاص ماشي يا مامي. هنبدا الاستخبه فين يا مامي؟ كل واحد فيكم يستخبى في جنب، واحد ورا العمود، واحد في الاوضه، واحد ورا الشجره، وانا هستخبى هنا. خلاص ماشي يا حوله. خلاص ماشي يا اما استخبى ورا الشجره. تمام قوي كده حط الفلوس بقى هنا. يا بنت الكلب يا حولة خدي. يخرب بيت امك يا ابو الزير. خدت في عينك ام كشري يا ابن اللعيبه. ابويا خد بقى ابويا يا ابن الجزمه. اصبر عليا اصبر عليا. ده انتوا ليلكوا سودا ليلكوا سودا معايا. تعالى لي يا ابو الزير خد. ايه ما عرفتيش تضربي يا حولة يا ابن المحظوظه. المره دي بقى مش هعرف انشد. ده انا هجيبه في دماغي اللي جابوه. يا بنت الكلب يا حولة هحميك يا ابو الزير هحميك. تعالي يا بطوط. يا لهوي مين حدف عليا؟ انا يا بنت اللي حدفت عليكي. استخبى بقى اديكي واحد كمان في دماغك. يلا خلاص يا ماما ماشي. خلاص ماشي يا ام كشري ما حدش عارف يضربك يعني. طب خدي يا ابن الجزمة يا ابن الجزمة. انا نفرتك اللي جابوه. يا لهوي يا لهوي ما فرقعش في وشها. يا حولة ما حدش قدر عليك يا حولة. خدي يا حولة خدي. يخرب بيتكم كلكم عليا ولا ايه؟ انت اللي لسه شفت حاجه يا حوله. ده انت ليلتك سودا. ليلت سودا؟ انت اللي ليلتك سودا يا ابو الزير. خد يا ابو الزير. يا بنت الجزمه يا حوله. يلا يا ابو الزير ده انت هتموت النهارده. تعالى يا بطوط تعالى. في ايه بقى يا جماعه؟ مفيش انا في اللعبه دي ولا ايه؟ يلا يا بنت وبطلع عياط يا بنت. يلا ورا الشجره يا كشري. خد يا كشري. الحمد لله ما جاش فيا. ماشي ما جاش فيك ده هيجي فيك ان شاء الله. اكيد مش كله يا ابني. يا لهوي ايه يا جدعان مش عارفين نضرب امنا ولا ايه ونكسبها؟ وادي يا كشري. ايه يا ابويا؟ بقول لك ايه؟ نعم. لازم يضرب كده لو انت واختك كده على امك عشان نخسرها. ماشي يا ابويا عشان كده ممكن تكسبنا. خلاص ماشي انا موافق. يلا بينا كلنا نرمي على ام كشري. خلاص ماشي انا هرمي وانت بترمي ورايا على طول. انا جاهزه انا جاهزه. ماشي يوم كشري. يخرب بيتكم. خش يا ابويا يلا. ماشي يوم خد يا حوله. هو في ايه في ايه؟ احسن يا حوله خش يا بطوط. يلا حاضر حاضر يا بابي. يا ولاد الكلب. يا لهوي الكيس ما فرقعش في وش مامي. خلاص مش مهم يا بطوط اجهز يا ابويا. انا جاهز يوم. اضرب ابويا يلا اضرب. ماشي. في ايه في ايه يا ولاد الكلب؟ انتوا فين كلكم عليا ولا ايه؟ تستاهل يا حوله تستاهل. اضرب انا خشني. حاضر يا بقى حاضر. المره دي فيك انت يا ابن الجزمه. بتضربنا انا ليه؟ ايوه يا بابا ضربتك يا بابا. نفضل كلنا نضرب في ام كشري وانت تكسب. وحياه امك. طيب خد يا كشري. يا لهوي يا ابويا. ابويا ليه كده يا ابويا؟ اقرع امك انت عمال تضرب فيها عايز نخسر. ماشي يا ابويا ماشي. خد يا ابويا. يا ابن الجزمه يا ابن الجزمه. حياه امك يا كشري. حياه امك يا كشري اللي انت كسوده. يا لهوي مين حدف ده يا جدعان؟ مامي مامي هي اللي حدفت عليك يا كشري. بتقولي له ليه؟ بتقولي لي ليه؟ يا لهوي يا لهوي يا جماعه كده احنا هنخسر. امال ايه كلكم هتخسروا وانا اللي هكسب ال 50,000 جنيه. تعالى يا ابو الزير. يا لهوي الحق يا جدعان الحوله هتكسب. انت الجد بتلعبوا عليها. خلي بالكم كل واحد كده فيكم فاضل له خطتين. ماشي ماشي يا حوله انت كمان فاضل لي خطتين. ايوه يا ابو الزير فاضل لي خطتين. وانت يا واد يا كشري انت وبطوط. ماشي ماشي يا اما ماشي. خلاص ماشي يا مامي.
مين عليه الدور؟ خد يا كشري. ما جاش فيا يا اما فيات امك تاني نيجي فيه. يا لهوي يا اما يا لهوي كده فاضل لك ضربه واحده يا كشري. خد اول واحد بره اطلع بره واد يا كشري. ايه يا اما ايه يا اما اطلع بره دي يا اما لسه يا اما ما خسرتش. لا يا حبيب امي خسرت. اطلع واد يا كشري انت كده خسرت. يا ايوه يا كشري يلا بقى ما تنصبش. خلاص ماشي يا جدعان خلاص كده ما فاضلش الا بطوط وابو الزير. تعالى يا بطوط. يا لهوي فاضل لي ضربه واخسر. ايوه يا بنت يا بطوط فاضل لي ضربه وتخسري. خويا ايه يا بطوط. يا لهوي يا لهوي يلا بره يا بطوط. تعال يا ابو زيد تعال لي اجهز بقى عشان التحدي بقى بيني وبينك. تعالي تعالي يا حولي يا حبيبي تعالي. جاهز يا ابو زيد؟ جاهز يا حولي جاهز. خد دي في طعيتك. يا بنت الكلب يا حولي بس ما جاش فيها يا حولي. ماشي يا ابو زيد التاني هيجي فيك يا اخويا. تعال لي يا ابو زيد. ونسيت يا حولي ونسيته. يخرب بيتك يا ابو زيد يخرب بيتك. تعاليلي بقى انت يا حوله تعاليلي. خدي يخرب بيتك يا ابو زير. البس يا حوله فاضلك ضربه وتخسري. خلاص ماشي يا ابو زير فاضلي ضربه وانت فاضل لك ضربتين. يلا يا حوله هات اخرك بقى عشان انا اللي هكسب ال 50,000 جنيه. هجيب اخر يا ابو زير. خد يا لهوي كده فاضل لك ضربه يا ابو زير. وانت كمان يا حوله فاضل لك ضربه. تمام مين اللي هيضربها الاول بقى؟ اكيد انا يعني يا ام كوش عشان اكسب ال 50,000 جنيه. انت خد يا ابو الزير. خد يا حوله اللي ما بتعرفيش تضربي. يا لهوي يا لهوي كان هيجي فيك. خدي بقى انت يا حوله. يخرب بيتك يا ابو الزير. انا اللي كسبت يا حوله. انا اللي كسبت يا حوله. انا اللي كسبت. مبروك يا بابي مبروك يا بابي. يا ابن اللعيبه يا ابو الزير مبروك يا ست 50,000 جنيه. يعني ايه يعني ايه كده؟ انا اللي كسبت يا ست 50,000 جنيه يا حوله. لا الفلوس محدش هياخدها. الفلوس محدش هياخدها. انت هتعيطي ولا ايه؟ لا يا ابو زيد مش هعيط. ابعد عني يا ابو زيد. ايه اللي يرد عني العيال عيال؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ الدليل هو اللي كسب. ايوه يا اما هو اللي كسب يا اما. اقعد ساكت يا ابني الجزمه انت وهي. لا يا اما مش هنقعد ساكتين يا اما هو اللي كسب يا اما. يلا يا حول انت 50,000 جنيه. طب خد خد يا ابو زيد 20,000 جنيه بس. وايه اللي 20,000 جنيه؟ انا بقول لك ليه 50,000 جنيه عاوزهم. طب 30 خد 30 يا ابو زيد. الله الله في ام كشري في عيال وشغل عيال ولا ايه؟ يا ماما ماما اديله بقى ال 50,000 جنيه يا مامي. لا يا اما انت طلعت بتعيط يا اما مش هلعب معاك حرب كاس تاني. يا ولاد الكلب خليكم معايا اودي كل واحد فيكم 5,000. يا ام كشري ما تكترش العيال. ما بمشيش حد يا ابو زيد خلاص. خد حرمانات في جتتك. هاتي هاتي يا حول هاتي. انا اللي كسبت انا اللي كسبت يا عيال انا اللي كسبت 50,000 جنيه. شوف الراجل اللي منيل انت كسبت كاس العالم يا راجل. ايوه هقول انا اللي كسبت دلوقتي. انت متضايقه ليه دلوقتي؟ مش متضايقه مش متضايقه ولا حاجه. ابويا عاوز ايه؟ هبقى ابويا 5,000 جنيه بس. يا ابن الجزمه انا اللي كسبان محدش ياخد من الفلوس دي جنيه. شوف يا ابن الجزمه لو كنت وقفت معايا كنت هديك انا 5,000 جنيه. لا يا ام كشري مش هينفع هو اللي كسبان. يلا عاوزين مني حاجه؟ يا لهوي انت رايح فين يا ابو الزير؟ اطلع بقى اغير اللبس المبلول ده وهسافر لي يومين وراه على حالي. خلاص عايزين حاجه؟ يا لهوي الحاجه يا قلبي هيسافر من غيرنا. لا ابويا خدنا معاك يا ابويا. ايوه يا بابا خدنا معاك يا بابا. يعني انت هتسافر بعد ما خدت مننا الفلوس؟ ايوه اسمع كلام العيال خدنا معاك. لا 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 مفيش الكلام ده. يا لهوي الحاجه يا قلبي ابوكم بيجري. خد يا ابويا خد يا ابويا. خد يا بابي يا بابي. ورايا ورايا يا عيال. بقول لكم يا حبايب قلبي الفيديو ده لو عجبكم انزلوا اعملوا لايك دلوقتي واشتركوا في القناه. في فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا. خشوا اتفرجوا عليهم.